كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تحية الجماهير الرجوية، مبروك عندنا هذا الانتصار هذا، وكنتمنى أننا كما كيقولوا نأكدوا التفوق ديالنا في لقاء العودة ويكون تأهل. كان لقاء صعب، مازامبي فريق قوي في الساحة الإفريقية، معروف لأنه من بين أقوى المرشحين بالفوز باللقب. تحية الجماهير الرجوية للبيت نداء اليوم، تحية الإنترنت بالسلطان، كان واحد رد الجميل لهذا الجروب هذا في دقة 49، وهنا يدل على شيء كيدير على التلاحم ديال الجماهير الرجوية. فهما حيدو كما كنقولوا مابقاوش غيباشيو مابقاوش يديروا انيماسيون، ولكن غيبقاو كمشجعين. وهنا الا كانت كتدل على شي كتدل على القوه ديال الجماهير ديال نادي الرجاء، فاحنا عائله وحده، وكنا راه عندنا لوغو واحد هو النصر، وعندنا نادي واحد اللي هو نادي الرجاء الرياضي. فمبروك علينا، مبروك على اللعابه اللي بدلوا واحد المجهود قوي، لان كنشوفوا كانت اصابات كاين اللي تحاول باش يلعب، وهذا ان دل على شيء كيقول لنا عندنا روح قتاليه. فمبروك على اللعابه. السلام عليكم. الحمد لله، تشكروا اللعابه، تشكروا ستاف تكنيك ديالنا والجمهور تبارك الله وصلى عنبي، تنشكروا كل شيء. والحمد لله على هذا الانتصار، الحمد لله على هذا الانتصار. هانتوما تشوفوا الماتش كي داير، شحال واعر، وشي وحدين بغاو يلعبونا ماتش ديال الزمامه، واش الناس تيخمو ولا ما تيخموش، ولا تيخموها في ريوسهم. والحمد لله، ربي كبير، الحمد لله. بالنسبة للنتيجة، أنا جد سعيد بهذه النتيجة اللي حققت النادي ديالي العالمي. وهذه النتيجة بالنسبة للمباراة ديال الأياب غادي تلعب الدور ديالها، لأنه الفرق الكبرى راه كتعرف تحافظ على النتيجة اللي حققت دابا في الدورة في هذه المباراة هذه. ربما جوج زيرو نتيجة مطمئنة، لأنه الفريق الخصم غادي يخرج يحاول يسجل ثلاثة ديال الأهداف، وثلاثة الأهداف بالنسبة لفريق الرجاء البيضاء ولا بدا غادي تكون عنده فرصة ولو هدف اللي غتصعب عليه النتيجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.